اليوم سلينا شويه بكري بعد واحد نهار شاق مع القماطه. احنا تحت الكره الارضيه قاموا بتجديد ديالها. قاموا بالتجديد ديالها هنا هي سوتيران باسو غادي للمدينه القديمه دوروا فيها شي شويه شربوا الحريره والتمر. اذا هاد النهار كان فعلا صبحنا عليهم مع الصباح القماطه صاحب الكيشه ولا بركات والله ما تاخذ حقك لما كنتينيت وقف على الصح. الحمد لله على كل حال لان تحيا الرجال فقط الاحرار والحرائر فقط لا غير. يلا نخذوكم معنا في واحد الجولة طلعوا ثاني. إذن اللي بقوا فينا هما الأطر الأكاديمية اللي تم توقيفهم مؤقتا. فعلا حنا تنعرفوا ما معنى التوقيف عن الأعمال توقيف الحوالة النفسية ديال الإخوان اللي ما عندهم غير الله سبحانه وتعالى اللي غينوب عليهم لان النقابات ما تتنوبش عليهم ما عندهمش تمثيليه وعارفين هما هذا الشيء وخلاهم تورطوا في هذا الخطا الجسيم. اي 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 صحبات اي 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 الله يحفظك. إذا أفريكا موجودين. اسمحوا لينا بزاف الإخوان والأخوات. باب مراكش غادي نشدو الطريق. اليوم بعد سالينا بكري واخا رولنا معاهم باقي لينا واحد غدا نشوفو صحة تا هو ما كانش قماط صافي ولا تيقول لك ما تشوفوش. علاش مديور تا تما باش نشوفوك واش تحل لينا المشاكل والا نقمطوك تا حنا نقمطوك. كاين الا الدقماط كتلت سنين ونصف حنا تندافع على الحق ديالنا غادي ناخذو حنا الاولين القماطة وصاب الكاشي يمشي اما راه اتفاق ديال 18 يناير راه عارفين اش كاين فيه 14 يناير عارفين اش كاين فيه ولكن ديروا ليه مضامين ماليه مرسوم اعداد اعتمادات ماليه ضخوها للخزينه ولا ضخوها للهم الكحل شي شغلنا. اما المضامين ديال 18 يناير هذيك راه بحدود الماليه ديال 2023 حتى واحد ما غيمسها. داكشي اللي يعني الملفات اللي دازوا في المضامين ديال 18 يناير خاصها تنزل ماليا خلال هذه السنه. وقلنا لكم قبل بان راه غتكون ابتداء شو تنبيه قمطوكم في 8 شهور يلا 4 شهور فقط الاخيره. وطور الاكاديميه تنبقاو واقفين معاهم وغادي نطلبوا عليهم الاخوان وغنحلم اش نديروا حتى يتحلل الملف ديالهم ان شاء الله باحداث مناصب ماليه جهويه ان شاء الله في القانون المالي ديال 2024 ونطوي هذا الملف واسترجاع جميع الاقتطاعات ديال الايام اللي كانوا تضربوا فيها اللي غير قانونيه جابها القمار ولا رسم قال لك الاجر مقابل العمل اجر مقابل العمل. كانوا من بعد نكونوا مهنيين شويه
وغادي نهضروا لكم عليهم التجاوزات اللي تيديروا كيفاش تيديروا السينتيفينتي رجال المطافي الى اخره. اذا المساله لا تناقشها. احنا دخلنا الان باب مراكش. ادخل اولد عمي ادخل. جروا المعطى وناسو مزيان دفا. يا عليكم يا القماطه. البارح ما تغدينا حتى المغرب. يوم بعد تغدينا بكري وغادي نمشي نضربوا الحريره دابا. حريره يا حريره. شو الحريره اللي داروا لكم انتم؟ انا قرينا احنا غنشدو تاني. اذا استودعكم الله ومن بعد غادي نشوفكم ان شاء الله غدا ان شاء الله الرجوع الى المقر ديال السكنه ديالنا ونجلسوا الفلو اللاموسه مع القماطه. ما تقدرش تيبكي بحال الوليه قال لك حقي الدوليه ترى غيدوك انت كامل دافع على حقك راه خاصك تكون نيت. الرجوله من الطفوله الرجوله خاصها تكون من الطفوله. اليوم راه مورنا الروينه اللي بلاصه اللي مشينا ليها ندخلو وربي كبير اش مديورين هما تما فلوس تحولات وقال لك باقي كاع مسنا. الله كبار. حنا عارفين لي بروسيدير تيسني لو ديريكتور فينونسي وسري لي بريزيدون داروكتور ضروري دو سينياتور لي تم التحويل راه هو الامير بالصرف. فرانك ما يخرجش لما سنا عليه قال لك اسيدي الفلوس تحولت وهو باقي قال لك في دار غفلون قال لك باقي يلاه لي دوسي قال لك راه دوسي راه في لا سينياتور. ودابا نشوفوا السينياتور كي دايره تقمطوا في بنادم. يلا تبارك الله عليكم نشوفكم استودعكم الله. ما تنساوش بارطاج هذا على نطاق واسع تاتا من فايد كثر من اعجاب لايكات الدور 120 يلا والقماطه يناسوا.